الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا. فالله أرشدنا كيف نتعامل مع الأخبار التي ينقلها الفساق فضلا عن الكفار وفضلا عن الصهاينة. بعض الناس والعياذ بالله عندما يسمع خبر عن أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر السلفيون الدعاة إلى التوحيد والسنة الذين يحذرون من الشرك والبدعة ويدعون الناس إلى الطاعة ويحذرونهم من معصية الله تبارك وتعالى، وأدلتهم أهل السنة والجماعة مبنية على القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح، ليس مبنية على العواطف أو على ما يقوله الشعب كما يفعله بعض الدعاة أو دعاة الإخوانجية والسرورية، يقلدون المغنيون الذين يقولون إيش ماذا يريد الشعب. المغني عندما يريد يغني ماذا يقول؟ الشعب ماذا تريد؟ هكذا حال السروريين والإخوانجية. يعني كما يقول لك إحنا عندنا مثل في الجزائر، كما تطبل يرقص، هو يسأل يقول لك ماذا تريد، أي طريقة تريد الرقص يطبل لك. أما أهل السنة والجماعة القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد بارك الله فيكم في مقال نشره باللغة الإنجليزية دانيال حقيقة شو. هذا الرجل أيها الأحبة في الله كان رافضيا ويدعي أنه أصبح سني، طيب، وله مقالات ضد الملاحدة والليبراليين، طيب، فأحسن الظن به بعض الناس، ثم تبين بأن هذا الإنسان عنده خبث وبغض لأهل السنة والجماعة، يتكلم ما عنده أي مقال في الرد على الرافضة بالتفصيل، أو على حزب الله أو على إيران، دولة إيران أو على الحوثيين، لكن همه الطعن في الدول السنية خاصة دول الخليج، لأن كما تعرفون فيه مخطط من الصهاينة والرافدة أن يقسموا الدول السنية. فهذا الرجل بالله عليكم يا أيها عقلاء الناس، كيف لهذا الرجل؟ لأن العلماء ذكروا من شرط توبة الرجل أن يبين ويرد على باطله الذي كان عليه، خاصة الآن الرافدة الرافدة الآن يستغلون هذه القضية، قضية فلسطين، كأنهم هم الذين سوف ينصرون أهل غزة، وقد خرج علماءهم وبينوا بأنهم ليس لهم أي علاقة مع فلسطين أو غزة. طيب، فإيراك مثال ذلك، إيران عندما أرادوا أن يساعدوا السوريين أو الحزب الرئيس السوري بشار، أعطوا أسلحة مدمرة ضد السوريين السنيين، كذلك الحوثيين أعطوهم أسلحة مدمرة ليقتلوا اليمنيين السنيين، كذلك العراق أعطت إيران أسلحة مدمرة لتدمير السنيين العراقيين. عندما أرادوا أن يساعدوا حماس في غزة أعطوهم أسلحة قديمة، لأنهم يريدون تدمير حماس، يريدون تدمير ليس حماس القادات، إن القادات هذو أعوذ بالله منهم، حتى كنت أتكلم عن الذين يجاهدون إن شاء الله، وأنا ذكرت كل من يجاهد في غزة وغير غزة في سبيل الله لنصرة دين الله على طريقة أهل السنة والجماعة ودفاعا عن بلاد الإسلام فالله ينصره، ومن يستغل قضية فلسطين ولكي يدمر فلسطين فنسأل الله أن يخزيه، اللهم آمين. فالشاهد بارك الله فيكم هذا دانيال حقيقة شو. ألا تعلمون بأن هذا الرجل صاحب المقال الذي كتب المقال في جريدة إلكترونية صهيونية لها مكان خاص، لها مكان خاص لكل شخص، من لكل من هب ودب يكتب، حتى وضعوا إيش يقول بأن أي شيء يقال هنا ليس له أي مسؤولية، أي إنسان يأتي ويتكلم. فهذا الذي كتب المقال زلكي كان، هذا الرجل له علاقة مع داني حقاتشو، والعجيب أن أول شخص نشر هذا المقال على تويتر هو حقاتشو، أخذ منه. وهذا الرجل بينهم علاقة، يسكن في نفس المدينة في تكساس. زلكي كان، أنا سمعتكم حدا قوية الآن، زلكي كان له مقال طيب يمدح فيه، تعرف مين؟ حقاتشو، عندها سنتين، وعلي دعوة ومحمد حجاب. زلكي كان له صور كأنه مسلم، وله صور كأنه يهودي، وسبحان الله كما ذكرت آنفا، هي هذا المقال ليس في الجريدة،
طيب حتى ولو كان في الجريدة، هذه الجريدة نفسها قالت بأن حماس قتلت الأطفال، كلهم قالوا هذا كذب هذا كذب، لكن عندما كذبت على أهل السنة والجماعة أصبحوا صادقون. سبحان الله، ألم أقل لكم بأن الإخوانجية والسرورية وأتباعهم يصبحون ليبراليين عندما يريدون أن يتعاملوا مع أهل السنة والجماعة، لأنهم يعرفون لا يستطيعون أن يردوا علينا من الكتاب والسنة ومن أسلف الأمة، فلابد أن يصبحوا كجدهم جدهم الأكبر عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ ألم يقل بأن سيدنا عثمان بن عفان يهودي، كما ذكر من الإمام الطبري في كتابه التاريخ، نشروا بأن عثمان بن عفان يهودي، هذه طريقة أجدادهم كذبوا علينا والعياذ بالله. كذلك ألم يقولوا بأن إمام عبد الوهاب يهودي، كما كذب هذا اليهودي الكذاب البريطاني وادعى بأن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب صنعتها صنعة يهودية بأنه يهودي. سبحان الله، تغيرت الأزمان وتشابهت قلوب الرافدة والخوارج. سبحان الله، كشفكم الله وفضحكم الله. فهذا الرجل كذب على الإمام الألباني كذلك. سبحان الله، فأنا أقولها لعنة الله على الصهاينة، واللهم دمر الصهاينة ومن يساعدهم في السر والعلانية. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الشاهد بارك الله فيكم، الآن هذا الرجل حقيقة شو، عندما فضحته في الحديقة ركن المتحدثين وبينت بأن هذا الإنسان جاهل ما عنده علم، هذا الإنسان يقرأ من الكمبيوتر ما عنده علم، فجن جنونه، أكذب علينا، ادعى أشياء والعياذ بالله. فالشاهد بارك الله فيكم، في الدول العربية من يترجم له؟ ألسنا على الحق، قناة ألسنا على الحق والشؤون الإسلامية، قناة اسمها الشؤون الإسلامية، هذين القناتين ها الله المستعان، الكذب يكذبون ولا يستحيون من الكذب، نشروا قالوا قلنا لكم، قلت يا شيخ كذاب، أصبحت صادقة، أصبح الصهاينة لعنة الله عليهم صادقون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وعند الله رب الأرباب تجتمع الخصومات، فاستعدوا لذلك اليوم أيها الليبراليون عندما تتعاملون مع أهل السنة والجماعة، فضحكم الله، أنتم أهل البدع معروفين في التاريخ، كما وقع مع المعتزلة والأشاعرة يردون على النصارى ليختبئوا من وراء نحن نرد على الكفار، ثم يطعن في أهل السنة والجماعة. لكن الآن فضحكم الله، لأن أهل السنة والجماعة الحمد لله يردون على النصارى وعلى اليهود وعلى الملاحدة وعلى الهندوس وعلى البوذيين وعلى الليبراليين وعلى أهل البدع، سلاحهم القرآن والسنة ومن السلف الأمة. فالشاهد بارك الله فيكم، المقال هذا كله كذب، سبحان الله كله كذب يا أخي، حتى نحن نقول طاعة ولي الأمر، القرآن والسنة بني على القرآن والسنة، إذا ولي الأمر يفعل شيء لا يرضي الله لا يسمع ولا طاعة في هذه القضية، ولا يجوز الخروج عليه، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام. إذا عندك مشكلة، عندك مشكلة مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأ كتب السلف، بيننا وبينكم كتب السلف. لا، الإخوانجي يصبح ليبرالي يقول لك بيني وبينك الليبرالية والديمقراطية والحرية، الحرية يصبح يقول لك الحرية هي أول شيء عندهم. سبحان الله، فضحهم الله. فالشيء أيها الأحبة في الله، مقال كذب، والله نحن براء من تلك المقالة، كما كان أو كما حال الذئب بريء من دم يوسف عليه السلام. لكن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بعض الأحيان تقول هؤلاء القوم يؤمنون بالله، هؤلاء أهل البدع كهذا، حقيقة شو يكذب يا أخي علانية. سبحان الله، وأنا فيديوهاتي بالعربية مترجم باللغة العربية ودافع عن فلسطين، نعم عندي مشكلة مع رؤوس حماس قادات، نعم، لأن يترحمون ويقول بأن قد قتلت أهل السنة في العراق واليمن وسوريا، يقول بأنهم شهداء ويمدحونهم، أين ولا أين عقلة الولاء والبراء؟ الخارجي ما هي خلاص يصبح ليبرالي، إيش عقلة الولاء والبراء؟ ما هي عقيدة الولاء والبراء الآن عند الخارجي؟ يتولى الخارجي منافق، الخارجي ليسني نحن نقول النفاق الاعتقادي، النفاق العملي، الخارجي يذهب إلى اليمن عند الشيعة يقول حي على خير العمل، طيب يأتي إلى بريطانيا يقول الديمقراطية حرية الشعب أولا. فضحكم الله،
الحمد لله أهل السنة القرآن والسنة. ونحن ليس مثل أصحابكم حقاتشو يختبئ. أنا في الشوارع في الحدائق نودع المنابر ندافع عن الصحابة وعن الإسلام بالقرآن والسنة وعلى عن فلسطين الحمد لله. بارك الله فيكم. فالبدع سبحان الله شوف الكذب تنشر الكذب ويقول ألسنا على الحق؟ لستم على الحق، أنت على الباطل. وأنا قد تحديتهم من قبل والله هذا ألسنا على الحق وشؤون الغير إسلامية. طيب حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا الحمد لله فعلت بالإنجليزية لكي نبين بالأدلة الصور والمحادثات بين حقاتشو وصاحب المقال. أنا أريد إن شاء الله ربما نضعه في تحت الديسكريبشن بوكس، نضع اللينك في مقال هذا صاحب المقال زالكي كان الذي كتب المقال الخبيث يطعن في السلفيين يمدح في دانيال حقيقتشو لا إله إلا الله. وكما ذكرت أقفل صفحة الفيسبوك، أقفل صفحة هذا زالكي كان، هذا أقفلها زالكي كان بالأمس. لماذا؟ لأن الإخوة رأوا في محادثة بين حقيقتشو وزالكي كان في 2018 في الفيسبوك. سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحمد لله كما ذكرت يكذب على الإمام الألباني، يكذب على السلفيين. فنحن عندما نقول مبني على القرآن والسنة، القرآن والسنة ليس العاطفة. الإخوانجية يخافون من الناس لأن الناس الآن كلهم أكثرهم عاطفيون، فالإخوانجي والخارجي يصبح ليبرالي مثلهم فيقول لا لم تقل ما يقول القرآن والسنة. إذا الحكام والأمراء والعلماء القرآن والسنة ليس الديمقراطية الكفرية أو الليبرالية الكفرية، القرآن والسنة يجوز تفعل مع العدو للضرورة صلح يجوز. فعلى صلاح الدين الأيوبي، يوسف بن تشافين مع من؟ مع الذين احتلوا أراضي الأندلس. طيب حرر بعض الأراضي وبعض الأراضي ما استطاع ففعل معهم صلح. فصعد يوسف بن تشافين الأمير القوي المسلم السلفي، هل هذا كان صهيوني؟ سبحان الله. للضرورة، لما القوة إذا كان عندنا من القوة فنحن لا نعترف بدولة اسمها إسرائيل، خاصة أنا جزائري. طيب نحن في الجزائر ما عندنا أي علاقة بدولة اسمها إسرائيل، نعرف بلد اسمه فلسطين بس ونبي اسمه إسرائيل بس، كل مسلم الحمد لله. لكن نعم بعض الدول عندها علاقة، نعم هذه ترجع إليهم هم، لكن إذا فعلوا شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى أنا بريء منهم، حتى ولو أبي رحمه الله فعلا أنا بريء منه. فإن شاء الله هذا باين للناس، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهذا باين للعقلاء. أما الخوارج الذي يسمح لك الليبرالي في وقت العاطفة ثم يدعي بأنه يريد الشريعة، فهذا كما أقول لك كما قال الإمام الألباني بعد المخلص دليل يكفيه. وأهل البدع وكما أقول لك المتعصبين ألف دليل يكفيهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا المقال تنشره ويطعن في الإمام الألباني إمام أهل السنة والجماعة، يكذب على السلفيين، قال نحن أصدقاء، كذب. هؤلاء أعدائي الصهاينة، وأنا أقول الفلسطيني عندكم القوة أخرجوهم لأنهم محتلين، لعنهم الله ودمرهم الله ونصر الله إخوانا في فلسطين بارك الله فيكم. لكن بعض الناس لأنهم يريدون تشويه صورة أهل السنة والجماعة، لأن كما تعرفون ألا تعرفوا بأن كما أقول لك في إسرائيل، هي ما في دولة إسرائيل لكن الأرض الأراضي المحتلة يسمح للتبليغيين أن يدخلوا عندهم يفعلوا الدعوة، لكن ليس للسلفيين. لأن يا أخي عندهم إخواني، داعي إخواني في الدول في الأراضي المحتلة، إخواني هو يطعن في السعودية كل يوم وما يتكلم ضد الاحتلال، عندكم الإخوانجية فضحكم الله. فالآن يريدون أن يشوهوا هؤلاء الصهاينة الدعوة السلفية، لأنهم يعرفون لا نجاة ولا قوة للمسلمين إلا باتباع الدعوة السلفية. ونقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ونحن الحمد لله القرآن والسنة ومنها سلف الأمة، نرد على الصهاينة وكل كافر فاجر زنديق خبيث عدو لله ورسوله من أهل بدع وغير أهل بدع. بارك الله فيكم، وإن شاء الله لا نتغير أبدا حتى نلقى الله جل وعلا، ونسأل الله الثبات والإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على إمامنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.